سلمان ولد صغير يحب الخيل ويتمنى أن يصبح يوما من كبار الفرسان في بلدته. ذات مساء وبعد أن أنجز واجباته المدرسية، أخذ ورقة وقلما ليرسم فرسانا يركبون خيولا. وما أن بدأ في الرسم حتى غلبه النوم، فأسند خده على مكتبه واستسلم لنوم عميق. فإذا به يتجول في أروقة معرض الفرس مع أصدقائه. هذا إسطبل يتم فيه تنظيف الخيول وصيانة حوافرها، وهذا جناح تعرض فيه البرانيس والجلابيب الزانية والبلغات والجزمات المطرزة، وهذا جناح الثلوج المذهبة التي يتفنن في صنعها حرفيون مهرة. وبينما كان سلمان يتجول في أروقة المعرض، سمع ذوي البارود القوي فخاف وهرع هاربا. فحضنه شيخ وقور كان واقفا بالقرب منه وقال له: الفارس لا يخاف ذوي البارود يا بني، هيا نستمتع بعروض التوريدة. ولما كان سلمان يتفرج على الفرسان يرفعون البنادق ويطلقون البارود فوق خيولهم الجميلة، سمع اسمه يتردد في مكبر الصوت يدعوه المنادي للالتحاق بإدارة المعرض حيث ينتظره أصدقاؤه. هذا النداء أيقظ سلمان من نومه العميق وقال: إنه حلم ممتع ومفيد. وأمسك قلمه من جديد ليكمل الرسم بما رآه في منامه.